علينا يداي عدالتكم، ياسمين عصام محتكم، أحمل رقم الفريق 6. سيد الرئيس، السادة أعضاء هيئة التحكيم الموقرة، يا من ليس أرجو من سيادتكم السماح لي بالاحتفاظ بحق الرد. يا من ليس للعدالة سوى رب في السماء، أوكل إليكم في الأرض هذا العناء. باسم رب العزة جئت إلى هذا المحراب المقدس الذي فيه الحق ظاهر والباطل خائف. جئت إلى هذا المحراب باسم الحق، وما دام الحق غاية العدل فباسم العدل، وما دام العدل سمة الرحمن فباسم الله الرحمن الرحيم. تستهدف مرافعتنا سيدي الرئيس الخوض في 3 محاور. المحور الأول وهو الوقائع، أما عن المحور الثاني وهو دفوعنا والتي تنقسم إلى شقين. الشق الأول هو الالتزامات التي ألقتها اتفاقية فيينا على عاتق موكلي ومدى التزامه وحرصه على تنفيذها. أما عن الشق الثاني وهو المخالفات التي قام بها المشتري في الالتزامات التي ألقتها على عاتق اتفاقية فيينا. أما عن المحور الثالث فهو الطلبات. أولا سيدي الرئيس، وفيما يتعلق بوقائع هذه القضية فقد بدأت بصدور إيجاب من موكلي والذي يعمل تاجر في مجال بيع وشراء الأدوات والآلات التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة من مقاعد وعربات وما إلى ذلك، إلى البائع والذي يعمل في مجال التصنيع لكل المواد بحسب الطلب، يطلب منه تصنيع عدد 500 مقعد لاستخدام الحدائق المنزلية. وقد اختار موكلي إبرام العقد مع هذا البائع تحديدا نظرا لوجود تعامل مسبق بينهما على نفس الشيء المبيع وهو مقاعد بعجلات، وبناء عليه تم إبرام العقد متضمنا مجموعة من الشروط وهي التسليم خلال 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد وعلى دفعة واحدة، الثمن 70,000 دولار أمريكي يدفع نصفها عند إبرام العقد، والآخر خلال شهر من التسليم، نوع الخشب بلوط، الموديل مقاعد، شكل المقاعد والمساند الدائري، واللون أخضر فاتح. أكرر سيدي الرئيس، اللون أخضر فاتح، على أن يتحمل البائع مصاريف الشحن والتأمين، وبناء عليه شرع كل من البائع والمشتري في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب هذا العقد. وفي تاريخ 20/4/2012 أرسل موكلي رسالة إلكترونية يبلغ فيها البائع على بشروط العقد ويذكره فيها بأن المقاعد سوف تستخدم لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعني ضرورة وجود عجلات أسفل المقاعد، إلا أن البائع لم يقم بالرد على هذه الرسالة. وفي تاريخ 1/8/2012 أرسل البائع فاكس إلى المشتري يعلنه فيه بأن البضاعة سوف تصل خلال 2 أسابيع، وبالفعل وصلت البضائع وبالتحديد في 16/8/2012. وبعد مرور 2 يوم قام موكلي بفحص البضائع، إلا أنه رفض استلامها لأنها غير مطابقة للمواصفات، من حيث أنها غير مزودة بعجل أسفل المقاعد، كما أن اللون أخضر غامق على عكس ما تم الاتفاق عليه وهو أخضر فاتح، مما دعا موكلي إلى عدم استلام البضاعة وكذلك أوقف صرف الثمن المتبقي. وبعد نقاشات داخلية أرسل موكلي فاكس للبائع يعلنه فيه بمخالفة البضائع لما تم الاتفاق عليه، إلا أن البائع رفض ادعاء موكلي، مما أدى إلى ترك البضائع في الميناء متحملا تكاليف تخزينها البائع وفقا لما جاء في نصوص العقد. ثم قام البائع بإخطار موكلي بأن العقد باطل وفسخ العلاقة التعاقدية، الأمر الذي رفضه موكلي معللا ذلك بعدم توافر شروط الفسخ في حقه، مما أدى إلى تمسك كل منهما بضرورة تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته. والآن سيدي الرئيس، وبعد أن انتهيت من هذا العرض الموجز لوقائع القضية، أنتقل إلى النقطة الثانية وهي الالتزامات التي ألقتها اتفاقية فيينا على عاتق موكلي ومدى التزامه بها، وهي الشق الأول من دفوعنا. حيث ألقت اتفاقية
بيدنا أيها السادة العدول على عاتق موكلي مجموعة من الالتزامات، أهمها الالتزام بدفع الثمن والالتزام باستلام البضائع. وبالرجوع إلى وقائع القضية يتضح لنا أن موكلي كان ملتزما ومنذ اللحظة الأولى بأهم الالتزامات التي ألقتها على عاتقه اتفاقية بيدنا، وهذا على النحو التالي: أولا سيدي الرئيس، وفيما يتعلق بالالتزام الأول وهو التزام موكلي بدفع الثمن والتي نصت عليه المادة 59 من الاتفاقية قائلة: يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد دون الحاجة إلى قيام البائع بتقديم أي طلب أو استيفاء أي إجراء آخر. نعم، وبالرجوع إلى وقائع القضية يتضح لنا أن موكلي قام بدفع نصف الثمن عند إبرام العقد، وكان وفقا للمجرى العادي للأمور سوف يقوم بدفع النصف الآخر لولا تسليم البائع لبضاعة غير مطابقة للمواصفات التي كنا قد ذكرناها آنفا. وفقا لما ورد في نص المادة 25 والتي نصت على أنه المخالفة الجوهرية تحرم المتعاقد مما يحق له الحصول عليه بموجب العقد، وبما أن مخالفة البائع لالتزاماته مخالفة جوهرية فلا يحق له أن يطالب موكلي بدفع الثمن. ثانيا سيدي الرئيس، وفيما يتعلق بالالتزام الثاني وهو الالتزام باستلام البضاعة والتي نصت عليه المادة 60 من الاتفاقية أيضا على أنه يجب على المشتري استلام البضاعة، وبالرجوع لنص المادة ومطابقته على وقائع القضية التي نحن بصددها يتضح لنا أن موكلي أيضا كان وفقا للمجرى العادي للأمور سيقوم باستلام البضاعة عند وصولها إلى الميناء لولا أنها وصلت غير مطابقة للمواصفات التي كنا ذكرناها لسيادتكم آنفا. وبذلك يتضح لنا أيها السادة العدول مدى التزام موكلي بكافة الالتزامات التي ألقتها على عاتق اتفاقية بيننا سواء المتعلقة بدفع الثمن أو باستلام البضائع. والآن أيها السادة العدول، وبعد أن انتهيت من إثبات مدى التزام موكلي بأهم التزاماتي وهذا في الشق الأول من دفوعنا، أتطرق بسمع هيئتكم الموقرة للوقوف على مدى مخالفة البائع للالتزامات الملقاة على عاتقه، وهذا هو الشق الثاني والذي سيقوم بإيضاحه لسيادتكم زميلي محمد. وشكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، وبعد أن انتهى زميلتي من إثبات مدى التزام موكلي بكافة الالتزامات الجوهرية التي ألقتها على عاتقه اتفاقية بيننا للبيع الدولي، أتطرق بسمع هيئتكم الموقرة للوقوف على مدى مخالفة البائع لأهم الالتزامات التي ألقتها عليه الاتفاقية، حيث ألقت اتفاقية بيننا على عاتق البائع مجموعة من الالتزامات تتمحور أهمها في ثلاثة التزامات: الالتزام الأول وهو الالتزام بتسليم بضائع، أما عن الالتزام الثاني فهو الالتزام بتسليم مستندات، أما عن الالتزام الثالث فهو الالتزام بالمطابقة للمواصفات. وبالرجوع إلى وقائع القضية سيد الرئيس، يتضح لنا أن البائع لم يتوانى ولو للحظة واحدة عن مخالفة هذه الالتزامات، وذلك على النحو التالي: أولا سيد الرئيس، وفيما يتعلق بالالتزام الأول وهو الالتزام بتسليم بضائع والالتزام الثاني وهو الالتزام بتسليم مستندات والتي نصت عليهما معا المادة 30 قائلة: يجب على البائع أن يسلم البضائع والمستندات وأن ينقل ملكيتها إلى المشتري على النحو الذي يقتضيه العقد. وبالرجوع إلى وقائع القضية، يتضح لنا أنه على الرغم من قيام البائع بتسليم بضائع في 16/8 ونحن لا ننكر هذا، فقد قام البائع بتسليم بضائع، ولكن التسليم كان تسليما صوريا بحت، والدليل على ذلك أن البضائع جاءت مغايرة لكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها. فما الهدف وما الغاية سيد الرئيس من إرسال بضائع غير مطابقة للمواصفات؟ هذا عن الالتزام الأول وهو الالتزام بتسليم بضائع والالتزام الثاني وهو الالتزام بتسليم مستندات. أما عن الالتزام الثالث وهو الالتزام بالمطابقة تسليم مستندات، عفواً تاني معلش، الالتزام بتسليم المستندات سيد الرئيس نصت عليه المادة 30 قائلة: يجب على البائع أن يسلم البضائع والمستندات وأن ينقل ملكية البضائع إلى المشتري على النحو الذي يقتضيه العقد.
وإن قام الباعث للرئيس بتسليم فعلا بضائع ومستندات، إلا أن البضائع والمستندات كانت متعلقة ببضائع أخرى سيد الرئيس، لقد أتت البضاعة مخالفة لأهم الالتزامات الجوهرية التي في البضاعة. إيه الالتزامات الجوهرية؟ الالتزامات الجوهرية التي أخل بها البائع سيد الرئيس هو شرط اللون، وكما سأذكر مستقبلا، وشرط العجلات. حكم سيد الرئيس؟ اتفضل. أما فيما يتعلق بالالتزام الثالث وهو الالتزام بالمطابقة للمواصفات والتي نصت عليه المادة 35 قائلة: يجب على البائع أن يسلم بضائع تكون من حيث كمياتها ونوعيتها وأوصافها مطابقة لما ورد في العرض. وبالرجوع سيد الرئيس إلى وقائع القضية، يتضح لنا أن البائع قد خالف المواصفات المتفق عليها، وذلك في أمرين: الأمر الأول وهو أمر العجلات، أما عن الأمر الثاني فهو أمر اختلاف اللون. أولا سيد الرئيس، وفيما يتعلق بالأمر الأول وهو أمر العجلات، فعلى الرغم من عدم ذكر شرط العجلات في العقد، إلا أن علم البائع بضرورة وجود عجلات أسفل المقاعد هو علم مفترض، وذلك إعمالا لما ورد في نص المادة 35 وما جرى عليه العرف المتبع بيننا، إعمالا لنص المادة نص المادة 9 فقرة 1 وإعمالا لنص المادة 8. أولا إعمالا لنص المادة 39 فقرة ب، نصت على أنه يجب أن تكون البضائع صالحة في الاستعمال في الأغراض التي أحيط بها البائع علما صراحة أو ضمنا. وبما أن موكلي تاجر يعمل في مجال بيع وشراء الأدوات التي يحتاج إليها ذوي الاحتياجات الخاصة، فكان ينبغي على البائع أن يعلم علما ضمنيا بضرورة وجود عجلات أسفل المقاعد. هذا عن نص المادة 35. أما عن العرف سيد الرئيس الوارد ذكره في نص المادة 9 فقرة 1، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل هناك سمة عرف بين موكلي وبين البائع؟ قولا واحدا نعم، فقد كانت هناك تعاملات على نفس الشيء المبيع وهي مقاعد بعجلات، فنحن أمام معاملات تجارية تقتضي وجود عرف تجاري، والعرف التجاري يكفي لقيامه معاملة واحدة نظرا لما تتسم به المعاملات التجارية من سرعة وإتمام. ومن ثم كان يجب على البائع أن يتحلى وبحسن نية بالالتزام بما جرى عليه العرف بيننا، وبأن يزود المقاعد بعجلات. هذا عن العرف. أما عن نص المادة 8 فقد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه في حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات وفقا لما يقصده هذا الطرف. نصت في الفقرة 2 منها على أنه في حالة عدم سريان الفقرة السابقة تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما يفهمه شخص سوي الإدراك، وبناء عليه كان يفترض على البائع أن يتوافر لديه علم مفترض يتوافر لدى شخص سوي الإدراك عندما أتى له تاجر يعمل في مجال بيع وشراء الأدوات التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة بأن هذه المقاعد لابد وأن تزود بعجلات. هذا عن الأمر الأول سيد الرئيس وهو المتعلق بالعجلات. أما عن الأمر الثاني فكيف يتسنى لنا أن نوفر، وهو الأمر المتعلق باللون، فكيف يتسنى لنا سيد الرئيس أن نوفر الحماية للشروط الجوهرية خيرا من أن نضعها في صلب العقد نفسه؟ فكيف سيد الرئيس يحمي موكلي شرط اللون بطريقة أفضل من أن ينص عليها في صلب العقد؟ أليس العقد شريعة المتعاقدين سيد الرئيس؟ وعلى الرغم من ذلك قام البائع بمخالفة اللون المتفق عليه، حيث أننا قد اتفقنا على أن يكون لون البضائع أخضر فاتح، والبضائع التي وصلت إلى ميناء الجزيرة في دولة بريطانيا لونها أخضر غامق، مما يدل على أن البائع قد خالف مخالفة جوهرية الشرط المتفق عليه. فالهدف سيد الرئيس من طلب موكلي بأن تكون المقاعد لونها أخضر فاتح هو أن هذه المقاعد سوف تستخدم في الحدائق المنزلية، ومما يعني بالضرورة تعرضها لأشعة الشمس. فاللون الأخضر الفاتح وكما هو معروف لدى الكافة كما هو وباقي الألوان الفاتحة لا يمتص أشعة الشمس، مما يؤدي إلى الحفاظ على درجة حرارة المقاعد. أما اللون الأخضر الغامق يمتص أشعة الشمس، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المقاعد وصعوبة استخدامها. وبذلك أكون قد أنهيت الاختلافين الذي خالفهما المشتري في البضاعة وهو العجلات واللون. أما فيما يتعلق بإرسال موكلك برسالة إلكترونية في 20/4/2012 يذكر فيها البائع بشرط العجلات، فإنه وبناء عليه لا يصح للبائع أن يدعي بعدم علمه بشرط العجلات، فالمادة 24 سيد الرئيس لم تأتي مبهمة،
وإنما أتت نصوصها واضحة لتقطع دابر الشك باليقين عندما نصت على أنه يعتبر الإيجاب أو الإعلان عن القبول أو أي تعبير آخر عن القصد قد وصل إلى المخاطب عند إبلاغه إليه شفوياً أو تسليمه إليه شخصياً أو بأي وسيلة أخرى أو تسليمه إليه في مكان عمله أو في عنوان بريده الإلكتروني. وبما أن موقعي قام بإرسال رسالة على العنوان بريد الإلكتروني الخاص بالبائع فلا يحق للبائع أن يدفع بعدم علمه بشرط العجلات. السنادة 18 يقول إيه؟ أن السكوت أو عدم كان بأي تصرف هل يعتبر أي من همات ذات القبول؟ حقاً سيدي الرئيس، لقد وقفت على المادة التي كنت سوف أنتقل إليها آنفاً وهي المادة 18، ولكن فقرة 1 و2. الفقرة 1 تضمنت على أن الإيجاب أو القبول ممكن أن يكون صراحة أو ضمن، وقد قام البائع بهذا، فقد قام في نص الفقرة 2، عفواً سيد الرئيس، في نص الفقرة 2 من نفس المادة جاء المشرع بنفس المثال الذي حدث في قضيتنا، وهو إمكانية الموافقة الضمنية، وذلك بالقيام بتسليم بضائع مثلاً. لقد أعطى المشرع نفس المثال الذي نحن عليه هنا في هذه القضية، قد أعطى أن التسليم الضمني يمكن أن يكون بتسليم البضائع، وقد قام فعلا البائع بهذا عند تسليم البضائع في 16/8، والذي يعد منه إجابة ضمنيا على رسالة موكله. كلما تقدم سيد الرئيس، عفوا سيد الرئيس، وبناء عليه فإن البائع قد خالف مخالفة جوهرية، وهذا ليس كلاما مرسلا وإنما هو إعمالا لنص المادة 25 والتي نصت على أنه تكون المخالفة من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه وبشكل أساسي مما كان يحق له الحصول عليه بموجب هذا العقد، بالإضافة إلى أننا ندفع بحقنا في طلب بضائع بديلة، وذلك إعمالا لما ورد في نص المادة 46 والتي نصت على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إلا إذا كانت المخالفة تعد مخالفة جوهرية. وبما أن مخالفة البائع لأحكام العقد والمواصفات مخالفة جوهرية فإنه يحق للموكل أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة. كلما سبق سيد الرئيس وإن دل فإنما يدل على إهمال ورعونة من جانب المشتري غير مهتم بالالتزامات غير مكترث للنصوص الاتفاقية. وبناء عليه ألتمس من عدالتكم ما يلي: أولا، إلزام البائع بتسليم بضائع بديلة إعمالا لنص المادة 46 ثالث الذكر. ثانيا، إلزام البائع بدفع التعويض لتأخره عن تسليم بضائع مطابقة للمواصفات. وبمراجعة نص المادة 74 نجد أن التعويض يتألف من مخالفة أحد الطرفين من مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر أو المكسب الذي فاته، وقد تحققت بالفعل هذه الخسارة سيد الرئيس نظرا لتأخر البائع في تسليم بضائع مطابقة للمواصفات مما أضر بموكله. وفي النهاية أشكر رعايتكم الموقرة، فإنّ الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما فيه إعلاء كلمة الحق ورفع راية العدل، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله.